افتتح في حلب معرض للأطفال بعنوان غداً فنان، ضم 25 لوحة فنية لعشرين طفلاً، وذلك في صالة الفنان محمد زيدان التشكيلية. هلأ نتاج الطلاب اللي كانوا عندي فترة الصيف حبيت أكرمهم وبهذا المعرض الجميل، وهن جميلين، قدموا شيء عفوي وطفولي ويحمل سلام ويحمل بساطة كتير مفرطة. هذا الشيء أنا شخصياً كفنان تشكيلي أنا استفدت منه كثير. اشتغلنا على الأطفال ضمن الكورس خلال 3 شهور وفعلاً حصلنا نتائج كتير حلوة. اليوم عم نشوفها عم نخطف ثمارها بالمعرض من خلال رسومات الأطفال اللي كتير حلوة. حلب يعني بحاجة لأنه هالولاد يعني يكون في متنفس على الأقل، يعني إلهم تعلموا فيه شيء، فرغوا نشاطاتهم، فرغوا الطاقات اللي عندهم. بسطت كتير وكتير طلع معي يعني رسم حلو، ما توقعت انه هيك يطلع. كتير شجعوني وحتى ماما شجعتني انه اتابع برسمي. انا بحب الرسم كتير وهواية كتير حبيتها وتعلمت ارسم كتير منيح. شكرا لماما وبابا سجلوني وشجعوني مشان ارسم.